نادي الرياض. ها؟ نادي الرياض. أنت لازم أخذك معي أوديك. والله لا. والله العظيم. والله أوديك تبديك. والله خلاص أبشر. حسك ما تعرف تلعب مرة. بس قاعد تسلي فيه. أخي مشكلتي أتفرج أفلام كرتون كثير. لا. أفلام كرتون. لما تتفرج أفلام كرتون ترى تصير ذكي. والله. لا ما شاء الله عليك ذكي. لا من جد مو طقطقة. والله تفرج كونان تفرج. كونان مرة قديم. ها إيش تفرج عاد؟ ون بيس. من جد. أنا. خالد مشي وقلد يديها يا ياسر. ايش هذا؟ فاتورة. يلا ابشر. ابشر. خذ. محفظة بالسيارة. محفظة بالسيارة. تجيبها؟ اجيبها ولا تجيبها؟ عادي. لا انت تجيبها. في الباب تلقاها. في الباب. محفظة سوداء، في محفظتين خذ السوداء. قفل السيارة. طب صرفونا هون وراح، ما عم بفهم يعني انه ما حدا هيك مستحيل يكون راح. طيب نحن ناطرين هون. هذا خوي بيت بس هذا يعني بطل. لما لازم يدوم هون المفروض خالد هون. عادي فلوس انا واحده انا عادي. الا فيها؟ ما فيها. اخذ سوالي مجانين انتم. كيف نسوي مجانين؟ يا اخي ترى فيها رصيد. طيب اسمع نروح الصرافه اللي تحت ولو صرفت؟ ما حتصرف لك. طيب لو صرفت؟ ما حتصرف الا 5000. هذه في ايش؟ في الصراف. في الكاش؟ اهو 20000 عندك. ابن حلال يا اخي لا تعلمني في الصرف عندك لين 20000. طيب يا اخي كيف افهمك طيب؟ شلنا لك 250. انا عارف ايش نقدر ندفع. انا عارف 250 شلنا لك. مبسوطين؟ ما هو مره كثير. ها؟ مره كثير. والله يا كابتن الله يحفظك. بغيت تقول اسمي؟ ايوه كابتن ياسر. كنت بتقول اسمي؟ ايوه. كيف ريمه طيب ورا؟ ايوه هو عيد ميلادك انت وريمه هذا اللي انا اعرفه. مين انا اللي وريمه؟ اقول لك انت ما تبغاني اتزوج؟ يا كابتن الله يحفظك. انا ماني فاهم. هذا انا اللي اعرفه انه في فاتوره. طيب صلي على النبي. صلي عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي انت. صلي على النبي. اهدى شوي يا حبيبي. انا قال لي استاذ خالد انه في عيد ميلاد واحجزوا لي الصاله. الصاله هذه ترى بتتحجز ب 5000. اوكي تمام. قالوا لي في عيد ميلاد دورين. طيب ليه ما جبتوا بلاي ستيشن؟ ياسر وشيء بس عيد ميلاد حلو. طيب ليه ما جبتوا بلاي ستيشن؟ هذه مطفيه الشاشه. قلت له روح يقول لا. روح ايش اصرف يقول لا ايش عرض ما يسحب اي سي بي ان يعني صلى على النبي خلاصه خلاصه بس المبلغ حلو ما دفعنا ما تبغاني اطلع اجيب فلوس ايش نسوي نموت لا انه مو تطلع نعتكف هنا لا لا حبيبي مو المساله كذا انك تطلع تجيب الفلوس غسل صحون يعني قلت له غسل صحون وعين اللي تبغاه بس ايش نسوي يعني داعي طيب خلاص ما شاء الله بياخذوا في النادي كذا على قلبهم مو عموما ما شاء الله كابتن كابتن انت لبسك اغلى مني ما عندي ساعه انا شوف لا ما شاء الله تبارك الله ربطه حقت بنت اختي مو قصدي كابتن ياسر كابتن احمد في اللعيبه انا اعرف الحين مكان معاهم كاش اخي حتى انا اعرف ما شاء الله المعضلين يروحوا يشوفوا فلوس بسرعه ويجوا قبل شوي مدرد يبغى يموت تدير لا لا يقدر شوف ما شاء الله باي وتراي ما شاء الله شباب دحين احنا بفاتوره الله يرضى عليكم نبي نخلص الدور ده ونبي نخلص تحت بس نخلص يلا طيب بروح اصرف واجيك انا الكابتن ريما عيد ميلادها ومع الكابتن ياسر الفهد عيد ميلادها مع مين؟ ليش معها؟ ما اعرف انا اشتريني هذا الاوردر اللي عندي يا ابني ايش الاوردر اللي عندي؟ خالد كذا قلت ريما مين هذه؟ أنا عندي بوردر فلان وهذه بلالين وباقي لكم يا نقات ينفخ البلالين و... ما شاء الله النادي مو مقصر معكم يعني بتدفعوا الله صح شوف شاشتي انكسرت أنا شاشة الوحدة بل فريال خلي ريما تغير لك الشاشة من ريما يا بنت ما تبغاني تزوج نكبتنا ما شاء الله قاعد وسط البنات سايبني في البيت على أي أساس أهلاً وسهلاً
فعل الحساب لو تكرم. طيب قلنا لك يا حبيبي قوم. فيزا ما نستلم. فيزا ما نستلم. مشكلة ست فيصل ما البطاقة ما فيها شيء. كمان بعد ما فيها انت عازم ناس وما في اسمه رصيد. فيصل هو؟ اسمك فيصل؟ ويدلعوني فوق. طيب خلاص خلينا نروح نصرف ونجي. فيزا ما ناخذ حبيبي. طيب خلاص ندلك مواعين. انت عادي شرطة هيئة ما في مشكلة؟ ايوه عادي ما في مشكلة. والله طيب دق على الشرطة. عادي. ثلاث ساعات. الشرطة وصلت. الشرطة وصلت. أكيد شفتوا اللي صار. صراحة ما كنت متوقع إنه بتمقلب، لكن الحمد لله إني تمالكت أعصابي وإني شخص أنا ما أحب المشاكل. إن شاء الله ما يتكرر معي زي هذا الموقف. أهم شيء أنتم مبسوطين. يلا فداكم.